فيتا فورم كامل تعرفوها راهي بزاف ناقصه وبزاف منكم يقولوا لي اسكي اكزيستي مكمل غذائي كيفها كيف فيتا فورم. تبعوا معايا اليوم جبت لكم الحاجه جبت لكم لا سوليسيون اد فيتام. هذا عباره عن مكمل غذائي على شكل قطرات اون غوت كيفو كيف فيتا فورم. الحاجه اللي تميزه هو ثاني سيكو الي ريش يعني غني بالفيتامينات. حنلقاو فيه نسبه كبيره من فيتامين ا ومن فيتامين دي. بيان سور نلقاو فيه فيتامينات واحده اخرى كيما البي 1 كيما البي 2 كيما البي 3 كيما البي 5 والبي 6 وحتى فيتامين سي وفيتامين او. ورانا رايحين نستعملوه باش نعالجوا اضطرابات ولا نقص الفيتامينات في الجسم تاعنا اللي حيكون عندها علاقه بنظام غذائي غير متوازن ولا ضعيف بزاف. امن على الدراري صغار وحتى الكبار يستعملوه. الدراري صغار من عام حتى ل 3 سنين 10 قطرات في النهار، يستعملوه من 4 سنين حتى 12 سنه 15 قطره في النهار، وبالنسبه للمراهقين والناس اللي يكونوا كبار يستعملوا حتى ل 25 قطره في النهار. دوك يخلطوها مع الجو ناتورال، يخلطوها مع الماء، يخلطوها مع الحليب كيما تحب، المهم خطره في النهار. كما قلت لكم هاد لي غوت حتكون فيهم نسبه كبيره من الفيتامين ا والفيتامين دي. سما الناس اللي عندهم مشكل ديجا في هاد الفيتامينات وحاطين في الجسم تاعهم حتفيدهم ما شاء الله. ملاحظه بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع نسبه الكالسيوم سواء في الدم سواء في البول دو بريفيرونس ما يستعملوش هاد المكملات الغذائيه. بالنسبه للمراه الحامل ولا المراه المرضعه كيف كيف نفس الشيء. المراه الحامل دوريجين عندها مكملات غذائيه خاصه بالحمل تاعها والمرضعه نفس الشيء. دونك دو بريفيرونس تبعوا واش يعطي لكم الطبيب تاعكم. بالنسبه للناس اللي عندهم حصى في الكلى ولا عندهم امراض ولا فشل كلوي دو بريفيرونس ما يستعملوش المكملات الغذائيه والفيتامينات بلا لافي تاع الطبيب تاعهم. اي سورتو الناس اللي دوريجين راهم يستعملوا في مكملات غذائيه فيها فيتامين ا فيها لي فيتامين بي ولا فيها فيتامين دي ولا فيها فيتامين او وفيها فيتامين سي، من الاحسن انك خلاص راك تاخذ ديجا فيتامينات تاعك ولا تشرب في فيتامينات بكميه معتبره اللي يحتاجها الجسم تاعك. ما تزيدش تاخذ قطرات واحده اخرى اللي تقدر دير لك سور دوزاج في الجسم تاعك. دونك الكومبليمون اليمونتير اللي تستعمل فيه الكومبليمون اليمونتير اللي راك تستعمل فيه يكفي ويوفي.